أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله القائل صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا في خارج العصامات، أما داخل العصام يعتبر رباط في سبيل الله، يعني الدقيقة مضاعفة، الصلاة، القرآن، يعني حاجة مضاعفة. يا من أنت خارج هذا الساعة عاد ندم والله، لو قد رحلات ثورة لا تتمنى الدقيقة، ولو رحلات ثورة لو تفعل لك 100 خيمة وتفعل لك تحفظها أنا ما عبش سارت الثورة غيرها يمكن في التاريخ والعمر مرة. هذا المغتربين الذي عادوا وصل ليلة أمس، ما نش داري أجهر مش هرب، يعني جاء أيش الدافع نسمع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة قالوا جيت أمس، أيش ليش؟ نعم أنا من أحد المغتربين اليمنيين، جيت أناصر أخواني الثوار الأحرار اللي ضحوا بدمائهم، وجينا حالفين أن إحنا نعتصم في ساحة التغيير حتى يسقط النظام ولا نرجع. أبو سعكم أنت جيت السعودية تشتغل تطلب الله وقع على قريبين وخلاص، وهناك الشعب يريد يسقط النظام. إحنا في المملكة العربية السعودية لا حقوق معنا نهائيين، لا كلام بسبب خطاب الرئيس علي عبد الله الصالح إن إحنا أصحاب القاعدة، إن إحنا نتحارب، إن إحنا إنسان ما نفهم، إحنا متعلمين. يعني قصدك ما معنا كرامة هناك سوا؟ ما فيش كرامة، نتعامل يمنيين. نتعامل كأبناءنا اليمنيين في اليمن في أرضنا، نخدم بلدنا، ما نخدم ناس سعوديين ما يستحقرونا ولا يهوننا ماشي رغم الفلوس. إذن الكرامة 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 ضيعتها مننا الكرامة، الله لا لحقك خير. ما هو خلي عبد الله ما يعني الثورة هذا ولا وما قد طلع منه شيء شل، والله ما لو قد فعلت مع المجبر وانك يطلع في سهيل على عيني ولا يطلع في سهيل ما تشي متي كلام هات يا اخي. احنا بنقول اسمع صلي عبد الله، احنا زعلنا الخبير جاء من السعودي وما عفش عندنا كرامة في ذمة النظام حقنا، هذا بيهينونا بيصير يشتغلوا وما عفش لهم كرامة. يا رجال من يقولوا لك لما تهين اليمنيين هكذا؟ من ابوه ندفع الجزية؟ ها ندفع جزية؟ ندفع جزية كل سنتين 7000 ريال سعودي. ليش هو احنا يا هو؟ نتعامل كاليهود. الله ايام العز، احنا هنا حتى يسقط النظام ان شاء الله. بعد الثورة الدولة البدنية الحديثة عاد عرفوا من هم اليمنيين، كلكم يا اصحاب الخارج. شوه بنا هذا البلطجي خلاص عاد اطلع في السؤال تفضل، ما تشي تقول يا اخي. ايش اقول؟ هذا علي عبد الله صالح. ادي المايك عليه. لا يا شيخ هم بيسلموا وجيب المايك. علي عبد الله صالح هذا قد ضبح الناس، قد طلع لهم الضغط، لكن الحمد لله الان غمه وانجلت يعني من فوق المسلمين. قدوا في المستشفى لا عاد خلي شحتك، قدوا فوق الكرسي قد رحله، قدوا في المستشفى سكنا من الكرب. قلنا قد مات الرجال ما انتجنا، قد مات الله يرحمه. ما لكم ما تضوا ما دام قد مات؟ طب نضي ما نضي نفعل باقي الجهات هو ليش احنا ضمنا على سبل وراثه، لان احنا دارنا ودامات عيطلع احمد وني حجر وزيري زايره. اذا يا احمد طيع والدك، طيع ابوك تزور السعوديه ان ضاعت الوالدي. يا علي عبد الله افهم افهم، قال ارحل. الله بتقلد الحاوري. حرية يا مصور، نجي ما عندنا ثورة الا من اجل الحرية. طريق الساحة طريق الساحة نشوف ايش بيسووا. قاعد لحظة قبل ما نسير الساحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يي صورتكم بتخزن وصلك في بابا؟ لا الصلاة في وقتها. ايوه الله فرضها خمس صلوات في اوقاتها في وقتها. في باب القاعد بتغسلوه؟ نبذله في الصلاة، تتم الصلاة نخزن. ايوه لا تستغربوا اللي بتشاهدونا خارج الوطن، طبعا احنا من عاداتنا وتقاليدنا انهم يخزنوا. كيف يخزنوا؟ يعني شويه قاد مكون من اعضاء العضويات ويبقى هناك، يطلع الكيس طبعا هو حلال، ما بيستعمل جرجير بيستعمل اي خضره. صح ان في هناك تخالف في الراي. اقول شعبنا والتحرش وش الظلامه باقتلاع الظلم منهاج دوره، واصل التغيير حتى القيامه واعتلال الظلم وعلى الخضوره. طبعا علي عبد الله صالح
الرجل الذي إذا عندنا مثل في اليمن يقول اسمه اللهم صل وسلم عليه، المثل يقول ايش، الرجال كان يقول لنا الصندوق الصندوق الصندوق، يعني لابن آدم ثلث مناطق هو كان يدق بالصندوق، وزيلا الصندوق إن شاء الله سيرجع إلى اليمن بالصندوق. وجهك يا علي يا زعيم السارق والمفسدين، وجهك يا علي يا زعيم السارق والمفسدين، براح المؤتمر واحمد علي يرحلوا بعد زين العابدين، براح المؤتمر واحمد علي يرحلوا بعد زين العابدين. إذن قد الشعوب اليوم كلها ثايرة، والله ما رحل لكم يا فاسدي هم يا علي صالح دف الطائرة، الآن دورك بعد زين الهاربين. أقول إن وجدنا في هذا المكان الرائع الأستاذ محمد الحاوري وهو كنز من كنوز الثورة، ماذا تقول للنظام وأبناء النظام؟ رجعت المذيع. أنا ثورة، أنا حرية حرية، ولا أنت المذيع سعلك ولا أضيع. الله يفتح شكلك مضيع. ايش يجاوب على السؤال؟ اي اجاوب على السؤال؟ احراجات ما انا سوالف الحين اجاوب اننا عادي. شوف يا علي عبد الصالح انا ما عاد اتكفل ساعك، انت تقول ما بلا تقعد رئيس مجلس مرؤوس، وانا ما عاد مش بدي الحين، يلا انا مواطن يا اخي اتقي الله في نفسك، روح لك ما عاد تشتايد، حتى لو رحت لك كل الباقيين يمشوا لهم ماشي، والله ما انت خطوه احنا في الخيمه يا احمد ويا جهال علي عبد الصالح ويا يحيى ويا ذا، عشان عندكم ضعال ولي امركم، سير زوروا تقول تعالى تعيد ولي وسيروا وجده وهنيك ولا عاد تتو خطوه يا منع الرياض الرياض عمري كيف يعمل؟ ها؟ صح ما اعرف العمري كيف يعمل؟ صرت ما لناش مناسب انه وقع مواطن عادي ويديك كلمتين، ما بالله وقع مدلي خاطرك. لا لحقك الله خير يا علي صالح، شوارع الاعتصام كله ما بين مكسور معوق كهرقه، ورحنا احنا سلمين والله ان في الباب بيت الرشاشات كل شيء، قلنا سلمين خلينا انا مشتاق لانه ذا احد الذي ضربوا بلاجتك بالصم الله وما كسروا ظهره. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم. علي عثمان الشامي. علي عثمان الشامي. ايش اللي حصل لك بالضبط؟ حصل لي ضرب من بلاطي النظام الفاسد وانزلاق في العمود الفقري. الضرب ايش؟ الضرب بالصميم. الصمول بعد ما رشونا بالماء في حادثة كنتاكي جوة كنتاكي. قدرنا شهر ونص أول زب ومستمر هنا لأنه خايفين نخرج من الساحة اختطافنا وخوفتنا على وصمودنا هنا في الساحة، لأن احنا جينا ثورة شباب سلمية لإنقاذ الشعب اليمني من الطاغية أو الظلم والفاسد. إذا مهما كسرت ظهور المعتصمين لابد ما يكسر ظهرك، هم جو كلهم يكسروا ظهرك وظهر أسرتك. رحيل رحيل الكل، ما هو غير واحد، ولو تعمروا عليك أسرتك وقفزوك السعودية قصدك، نحن نقول خلاص طلعوا يا جهة ما احناش فيها، ما رضيناش بك، قدك أنت بتخاين قدك الشيبة، ما بالك بالذي عادوا عاصر نيبة. وليك نوجه رسالة لأحمد علي عبد الله طالح بانه علي احمد علي احمد علي عبد الله ليس نقول صالح ولكن نقول طالح، لانه طايح فاسد، لانه اليوم طالح وغدوه طحله، ولكن نبلغ وننصح نصيحه انه يلحق بعد ابوه، وانه نقول له ما قال ابوه للشعب اليمني انه فاتكم القطار فاتكم القطار. ما بدك تسب القطار؟ فات القطار لانه ما عادش معه اي شيء في الدوله، مهما مع شويه بلاطي وكل لن يحصل اي شيء. ما هو فاتها القطار صدق، اذا كان عندنا قطار في ايام الامام كان عندنا قطار، وهو قال على الحدايد حقه وقال فاتكم القطار. طلع طبعا في التلفزيون. ايوه. هي. تمام ايوه. راضي ونصف ربع وثمن.
هنا اقول لو بتخاف لا يطلع زورها. للم ما استجبت من هذا ونحمد الله ونشكره على هذا هذا ونطلب من الله يصلح الشعب. الله نطلب الله من الله يصبر بالهدايه ويصلح. يا اخي معاذ وليش معذور ما تبقى في البيت؟ ايش ما نتفرج على الضال قد تعبنا تفرع. الله اكبر. الله انا اسال انه يشافيه يفتح عليك ويكتب اجرك. الله يصلح الشر. خرجوا الناس كلهم المعاقين والله انهم في البيوت ما هم شغل. يا لي انت في البيت انت معاق يا عقعق ماشي شخط شعرك. الله يرد لنا الله يرده ويردهم صلينا. الله يهديهم ويردهم معانا. على حب نحبكم حتى وانتم بتصيروا تبلطجوا علينا وذا بنحبكم بقول الله يردكم صلينا الله يهديكم يا اخوتنا يا اخوتنا يو يو جو يو خبر احنا انعزل من بعضنا البعض ابن عمي ابن كلنا انت عارف كلنا اخوه جو والله ما ينفعكم ذي الواحد الذي عاد شبت بكم بتحبوا واحد حبوا الوطن بكله هذه كلمه الحق انهم يرجعوا صلينا حتى معنا في البيت امي لكن الله يهديها ما نقول ما اصد اصيها الله يهديها الله يهديها وانا اقول لك ضيعها ما انا بين اطيعها ايوه هي معذوره قد معذوره من سبعه مراتي مع بين اطيعها الله في سفينه في من ميناء جيبوتي الى ميناء المخار على اساس والله كامل من شان المشاركة في ثورة الشباب وخاصة عندما رأوا القمع المتواصل من قبل النظام وبلاطقته على الشعب فأتوا والله إنهم متحفزين والذي هم يعني ماسكين للأعمال من في بعضهم من يعني محلات عندهم نفرين ثلاثة إنهم سابوا نفر واحد ورحلوا ودعوا الكل شكرا هذا واجبكم يا من عندهم في الدول يا اصحاب الجاليات ياي بتسلوا ما فعلوا اصحاب جيبوتي جو من اجل قوتي وقوتك قوتك وقوتي ومن اجل الروتي ما باقي والله سيبنا اولادنا ولا اتينا الى بيوتنا ابدا قسما بالله ان احنا جينا الى ساحه التغيير راس